أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الذين قدموا وضحوا وأعطوا الأردن من كل قلب ليبقى الأردن الأغلى والأجمل. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع مع عطوط اللواء المتقاعد عودة أجدفات، وهو المستشار الإعلامي لدى القيادة العامة للقوات المسلحة حالي. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع، وإن شاء الله كحلقة توثيقية وكتجربة إيجابية أيضا لكم الأجيال القادمة. بالبداية اللواء المتقاعد عودة أجدفات، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أسعد الله أوقاتكم، وشكرا للفضائية الأردنية، شكرا لهذه الزيارة وهذه الالتفات الكريمة اللي تستذكروا فيها أبناء الوطن. الله يسلمك، إحنا إن شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج مبادرات وطنية ورجالات حول البلد. ولكن يا سيدي كسياسة البرنامج دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني أكيد هناك بدايات عودة أجدفات حتى الألقاب هناك مكان ترعرع فيه. نرجع للوراء شوي سيدي، لو أردنا نعرف للسادة المشاهدين كيف كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية سيدي. يا سيدي شكرا لك بالبداية، والشيء كثير طيب أنه دائما الإنسان يرجع للبدايات، لأنه هاي البدايات أكيد فيها عبر وفيها دروس وفيها ظروف مرت على الإنسان، ورغم هذه الظروف تجاوزها ووصل الحمد لله إلى مراتب عالية. أنا اللواء المتقاعد عودة إرشيد محمد شديفات من محافظة المفرق، وقريتي اسمها أم اللولو. ترعرعت في هذه القرية بكنف والدي عليهم رحمة الله ومع إخوتي، ودرست في مدارس في منشية بني حسن، ثم انتقلت إلى قرية أم اللولو فتحت فيها مدرسة. وأستذكر هذيك الأيام لم يكن لدينا مقاعد للدراسة، وكنا نستخدم أدوات بسيطة في المدرسة، والمدرسة كانت مكونة من 6 صفوف ومدرسها معلم واحد. وتصور أنه أنت بتخرج من هذه المدرسة بحمد الله، وخرج منها معلمون وخرج منها ضباط وتخرج منها العديد من المهن ومن المهندسين أيضا. وأكملت دراستي الابتدائية في قرية أم اللولو، ثم انتقلت إلى منشية بني حسن وأكملت جزء من دراستي الإعدادية والثانوية فيها، ثم انتقلت إلى المفرق مدرسة المفرق الثانوية وأكملت مرحلة توجيهي فيها عام 1980. بعد هذه المرحلة كان أمامي خيارات كثيرة جدا، فتقدمت إلى القوات المسلحة لألتحق بالكلية العسكرية آنذاك، وأيضا كان خيار أمامي للجامعات الأردنية، وحصلت على التوجيه العلمي في تلك المرحلة وتقدمت للجامعات وتقدمت أيضا للكلية العسكرية، وحالفني النصيب أن أقبل في جامعة اليرموك، وكان من اختياراتي دراسة الصحافة والإعلام، وكانت أول يعني سنة يقبل فيها الدراسة في هذا التخصص. فدرست كدراسة خاصة بالبداية، ثم حولت إلى الصحافة والإعلام عام 1981، وبحمد الله أكملت دراستي في مجال الصحافة والإعلام عام 1984، وكنا مع زملائي أول دفعة في تخصص الصحافة والإعلام من خريجي جامعة اليرموك بال84. وعندما تخرجت بال84 كانت إدارة التوجيه المعنوي ومديرية التوجيه المعنوي قد طلبوا ضباط في هذا التخصص اللي هو تخصص الصحافة والإعلام. نعم سيدي، يعني نتكلم يعني دخولك أيضا، يعني أكيد هناك مثل أعلى أيضا لكل إنسان في حياته، يعني الصفات اللي أخذتها من والدك أيضا سيدي. يا سيدي، والدي عليه رحمة الله علمنا الكثير الكثير، فدائما كان يحب الآخرين ويحب أن يعطي للآخرين، ودائما كان يبادر لتعليمنا الأخلاق الحميدة، الصفات الرجولة، المروءة، نكران الذات،
حب العمل وحب العطاء والشكر لله قبل كل هذا على أي نعمة موجودة عند الإنسان. وهذا كان ديدا أهلنا وعلمونا هذه الصفات الطيبة اللي بحمد الله عاشت معنا وربط معنا وتقدمنا فيها. وكان هناك يعني تحديات كثيرة، فكان لابد أن تصبر، ورغم الشح الموارد في ذلك الوقت والأسر، والدي لم يكن يعمل، والدي كان إنسان مزارع، وأيضا لم يحالف الحظ أن قرأ في المدارس، ولكنه علمنا جميعا وحاول أن يفتح أمامنا الفرص حسب استطاعته. وأيضا إخوتي الأكبر مني بالعمر كانوا صبروا كثيرا جدا على ظروف الحياة، وبحمد الله هذا الصبر أنجز الكثير الكثير بالنسبة لنا، وكنا أسرة مترابطة متحابة، كنا نغار على بعضنا، نغار على أهلنا، على جيراننا، على إخواننا، ونحب أن نبادر. وأنا يعني كنت بمراحل مختلفة مريت، وكنا يعني والدي كان يفلح الأرض، وكنا نتعاون في الحصيد وفي جني المحصول، وكنا أيضا نربي الأغنام. وكل هذه الظروف كابن قرية مرت علي ولم أكن بعيدا عنها، وكنت أستمتع فيها لأنها فيها عبر وفيها عظات وفيها ارتباط بالأرض وفيها ارتباط بالأسرة وبكرامة العائلة وبالمجتمع القروي بشكل كامل. أن تكفي نفسك الحاجة وأن تعمل بأي عمل متاح حتى تصل إلى مبتغاك الذي تريد. دخولك إلى القوات المسلحة، ونتكلم سيدي الدورات اللي شاركت فيها وأهم المناصب اللي تقلبتها في القوات المسلحة الأردنية. سيدي يا سيدي مثل ما أسلفت، في عام 1984 تخرجنا من جامعة اليرموك، بتذكر ب 13 حزيران، وبعدها بفترة بسيطة طلبت إدارة التوجيه المعنوي ضباط بتخصص إعلام، وكان النظام في القوات المسلحة أن يدخل الضابط بصبغة مدنية لمدة سنة يقيم خلال هذه السنة، والحمد لله كانت تجربة وقبلت. بتذكر في نفس العام ب 7/8 1984 كان لي النصيب الحمد لله أن أكون أحد المقبولين في مديرية التوجيه المعنوي كضابط مدني، واستمريت بالخدمة لمدة عام وعام وقليل، وبعدها دخلت الدورة العسكرية لمدة 4 شهور، وكانت في الكلية العسكرية، وكنا آنذاك نسكن في الخيم، ونعم موجود نوادي مبنية، لكن كان السكن إن في ذلك الوقت في 86 دخلت الدورة، وكنا نسكن في الخيم بالكلية العسكرية، واستمرت الدورة 4 شهور، وكانت نقلتنا نقلة كبيرة جدا من الحياة المدنية اللي أشرت لبعض الصبر فيها والتحديات، ولكن الحياة العسكرية الجديدة لها قيمها، لها نواميسها، لها شرفها، لها كبرياءها. انتقلنا من الحياة المدنية إلى هذه الحياة، وامتزج صبرنا وتعليمنا وأخلاقنا في البيئة التي تربينا بها مع هذه الحياة ومع نواميسها ومع كرامتها ومع كل ما أضافته لنا من معاني الشرف والكبرياء. تدربنا على التدريب العسكري، تعلمنا الجندية، تعلمنا المشاة، تعلمنا الرماية على الأسلحة، تعلمنا مواضيع التعبئة، تعلمنا مواضيع كثيرة جدا، اللياقة البدنية، وتعلمنا أيضا الثقافة العسكرية الممتدة في كل فروعها من أخلاقيات الحياة العسكرية، الثقافة الإسلامية اللي كانوا بيركزوا عليها كثير جدا، الثقافة الوطنية والتربية الوطنية، وكل هذا صقل مواهبنا بما أيضا اكتسبنا من التعليم الأكاديمي في جامعة، وأضيف إن هذا التعليم العسكري، وعندما
عدنا للعمل كعسكريين برتبة عسكرية برتبة ملازم بعد هذه التجربة في القوات المسلحة، أيضا استمرينا في العطاء وبدأنا ننقل تجربتنا الأكاديمية الممزوجة بالتجربة العسكرية إلى المواقع العسكرية اللي رحنا نخدم فيها كضباط إعلام وتوجيه معنوي في المناطق العسكرية والفرق العسكرية آنذاك. والمناصب اللي تقلت سيدي. يا سيدي أنا بدأت خدمتي مثل ما أشرت كضابط مدني، وعملت بهذه الفترة في مجلة الأقصى العسكرية كونه تخصصي في جامعة اليرموك تحرير وإنتاج مطبوعات، فكان بداية عملي في مجلة الأقصى اللي كان في إنه يعني ذكريات جميلة جدا فيها، وخدمنا مع زملاء ودربنا على أيديهم أيضا في هذه المجلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفاه الله منهم وأن يديم الصحة والعافية على من هم يشاركون في هذه الحياة. وبعد السنة المدنية والتدريب العسكري ذهبت لأخدم ضابط توجيه معنوي في الفرقة 12 اللي هي في منطقة إربد، واستمريت في الخدمة فيها 4 سنوات. خلال هذه الخدمة ذهبت إلى دورة اللغة الإنجليزية التأسيسية عام 89، وعدت أيضا للخدمة في الفرقة 12 لغاية 1987 لغاية 1991، وبعدها عدت إلى مديرية التوجيه المعنوي وخدمت في أيضا الإذاعة. في ذلك الوقت كان هناك برنامج إذاعي اسمه جيشنا العربي، وبرنامج تلفزيوني أيضا اسمه جيشنا العربي، لا يزال هذا البرنامج. والبرنامج الإذاعي كان لي الحمد لله الشرف أني أخدم في هذا البرنامج مع بعض الزملاء، وكنا نسجل في الإذاعة الأردنية، يعني نذهب كل أسبوع نسجل هذا البرنامج، واستمريت في فترة طويلة. ثم أيضا عملت في برنامج التلفزيوني وفي مجلة الأقصى، وأتيح إلي المجال أيضا أني أعمل في عمل كان ربما جديد في ذلك الوقت على مديرية التوجيه المعنوي، وهو القاعات الهاشمية والمعارض العسكرية، وهي فتحت آفاق كبيرة جدا للتعاون مع المدارس، مدارس التربية والتعليم، ومع الجامعات الأردنية والأندية الشبابية والبلديات وكل التجمعات الثقافية والوزارات. وهذه كانت تجربة كثير يعني استفدت منها، وعززت مفهوم التربية الوطنية وفي المدارس، وأضافت إضافات كثيرة جدا، لأنه القاعات اللي كنا بنعملها كانت تحتوي على أشياء كثيرة جدا تؤرخ للدولة الأردنية اللي نحتفي الآن حنا بالمئوية الأولى إلها. فهذه التجربة كنا حقيقة نعمل عليها في إدارة التوجيه المعنوي بإشراف زملانا ومدراء التوجيه المعنوي والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبالمحصلة هو نظرة وتوجه الجيش العربي أن يكون قريبا من المواطن، وأن يكون كما يساهم في حفظ الأمن أيضا هو له مساهمة كبيرة جدا في التنمية الاجتماعية، في التنمية الشاملة في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وهذا بحمد الله صقل، وعملنا قاعات كثيرة جدا كانت تضم بملخص جناح نسميه جناح الثورة العربية الكبرى والشريف حسين بن علي وجناح الملك عبد الله وتأسيس الإمارة اللي بدأت من عام 1921، ثم جناح للملك طلال اللي وضع فيه الدستور، واللي أيضا لا نزال تحت مظلة بنود هذا الدستور نعمل. عندما نشاهد عدد كثير جدا من الدول الآن بدها تعمل دساتير وهذا الدستور موجود في الحياة الأردنية. ثم حياة الملك حسين عليه رحمة الله اللي استمرت بالحكم حوالي 47 عام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم كل الهاشميين. واليوم حنا في عهد جلالة سيدنا الله يديم عليه الصحة والعافية، ولا نزال في هذا المجال. ومن ثم سيد أيضا يعني بعد 94 يعني التنقلات أيضا تنقلت أيضا يعني لو وصلت مرحلة لواء متقاعد يا سيد، وبعد التقاعد أيضا يعني ماذا عملت الآن كمستشار إعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة؟ نتكلم الفرق هسه ما بين الحياة الآن مدنية يعني والحياة
الحياة العسكرية، شو الفرق بينهم؟ إذا سمحت لي أكمل جانب بسيط من الحياة العسكرية، درجنا في الرتب وبرتب ما يسمى بالجيش شاغل ركن أول، واستلمت أيضا رئيس شعبة إذاعة القوات المسلحة بعد تأسيسها عام 98، استلمت بعد عدد من زملائي كرئيس لهذه الشعبة، ثم شعبة الإعلام العسكري في مديرية التوجيه المعنوي، ومن شعبة الإعلام العسكري عام 2010 عينت للمرة الأولى مديرا للتوجيه المعنوي، كنت برتبة عقيد واستمريت حوالي 4 سنوات مدير للتوجيه المعنوي، وبعدها نقلت إلى هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار، وخدمت فيها عامين من رئيس دائرة إلى مساعد لرئيس الهيئة، ثم عدت مرة ثانية كمديرا للتوجيه المعنوي حتى عام 2019 بشهر 7، وخدمت 7 سنوات عميد في التوجيه المعنوي والقوات المسلحة، ثم أحلت إلى التقاعد بال 2019 بشهر 7، وبفضل الله لم تنقطع علاقتي مع زملائي في القوات المسلحة، وأنا منذ أن دخلت وخدمت 35 عام في القوات المسلحة نذرت نفسي لخدمة بلدي وخدمة قيادتي الهاشمية وخدمة القوات المسلحة، لأنه القوات المسلحة هي هيبة الوطن وهي عمود البيت وهي المكان اللي خدم فيه الهاشميين ونتنومس فيه. يا سيدي، إنجازات الهاشميين مثل ما تفضلت هي إنجازات كبيرة جدا وكثيرة جدا وفي مجالات مختلفة، وأيضا في ظل ظروف صعبة وليست بالسهلة، الظروف اللي مرت في الأردن كإمارة وكمملكة ظروف ليست سهلة، ظروف كانت صعبة في مناحي طبيعية وصعبة في مناحي موقع وصعبة أيضا في مناحي حروب فرضت على المملكة الأردنية الهاشمية بفترات مختلفة، والأردن بحمد الله منذ تأسيسها عام 1921 على يد الأمير عبد الله آنذاك الملك عبد الله الأول المؤسس، اللي يعني صبر مع الأردنيين، صبروا وصابروا ورابطوا حتى وصلوا إلى تحقيق استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا إنجاز كبير جدا استمروا عليه بسنوات طويلة جدا منذ تأسيس الإمارة ب21 وهم ينحو نحو الاستقلال، وهذيك الفترة أيضا شهدت تأسيس الجيش العربي اللي حمل هذا الاسم، وهذا الاسم تطلب من القوات المسلحة أن يحمل هذا الجيش أيضا رسالة الثورة العربية الكبرى، لأنه الثورة كانت لكل العرب ومن أجل كل العرب، وهذا الجيش كان لكل العرب ومن أجل كل العرب، وحمل هذا الرسالة وسمي بالجيش المصطفوي لأنه بقية جيش الثورة العربية الكبرى الذي جاء من أجل الوحدة والحرية والاستقلال، وهذا كله أعطى مسؤوليات كبيرة جدا لهذا الجيش ولهذا البلد بأبنائه بقيادته الهاشمية، واستمرت المسيرة بالعطاء والإنجاز
اللي لا يمكن بجزئيات أو بحلقات إن نسلط الضوء، لكن كان إنجازات كبيرة جدا هي تثبيت أركان هذه الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوصول إلى مرحلة الاستقلال بعد تأسيس الكثير من المؤسسات، الوزارات والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، وأيضا البدء بالتطلع إلى تأسيس جامعات من أجل أبناء هذا الوطن ومن أجل تأسيسه. واستمر الملك عبد الله بهذا النحو، كان غايته الوحدة مع الضفة الغربية، وبعد إنجاز هذه الوحدة والطلب من أهل القدس ومن أهل فلسطين أن تكون هناك وحدة، وكانت هذه الوحدة. بعدها استشهد الملك عبد الله الأول على عتبات المسجد الأقصى، وكان يرافق حفيده الملك حسين آنذاك اللي كان في ريعان شبابه، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن أيضا تصل يد الغدر اللي امتدت للملك المؤسس في ذلك الوقت شهيد الأقصى، اللي بالأمس كنا نحتفي بشهيد للأقصى، وهم أبناء الجيش العربي، شهداء الأقصى، شهداء اللطرون، شهداء باب الواد، تلت الذخيرة، شهداء فلسطين، يشهد عليهم زيتون فلسطين، هذه الزيتون المباركة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فما بالك أن يكون هذا الضوء مسقى وأيضا مضمخ بدم الشهداء في فلسطين الحبيبة اللي قدسها بارك الله حولها وأقصاها هو معراج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي العهدة العمرية والوصايا الهاشمية. هذا الامتزاج الروحاني بين الجيش العربي والقيادة الهاشمية وهذه المقدسات وهذه أرض الرباط التي نحن بها وتضم أضرحة الصحابة منذ الفتح الأول في معركة مؤتة ومعركة حطين ومعركة عين جالوت وطبقة فحل، كل هذه المعارك امتزجت دماء شهدائها بهذه الأرض العابقة المحمية بإذن الله من الله سبحانه وتعالى. استمر هذا الإنجاز للملك طلال بعد شهادة الملك عبد الله واستشهاده، وأيضا خوض الحروب العربية الإسرائيلية الأولى عام 48، وما تمكن الأردن من اقتناصه وإبقاؤه من أجل أن تكون بإذن الله دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. واستشهد الملك عبد الله، ثم جاء الملك طلال الذي وضع الدستور لهذه المملكة، ولكن المرض ألم به ولم يمهله طويلا، فتولى الملك الحسين سلطات الدستورية عام 1953 بعد أن بلغ السن القانونية، واستمر بالحكم حتى عام 1999 حوالي 47 عام أنجز فيها الكثير الكثير، سواء للقوات المسلحة، ومن أبرز الإنجازات للقوات المسلحة تعريب قيادة الجيش العربي الأردني. وتعريب قيادة الجيش العربي الأردني أثار الكثير لدى الأمة العربية أن تسير بهذا النهج وأن تخلص من كل ألوان وأنواع الاستعمار. وتعريب قيادة الجيش أصبح الاستقلال مكتمل بكل صوره. ثم ألغيت أيضا المعاهدة الأردنية البريطانية عام 57، واستمر الملك حسين بناء القوات المسلحة وتطويرها وتسليحها وتنويع مصادر السلاح وتنويع الاستراتيجيات والتحديات التي تواجه. ومن أكبر الإنجازات في عهد الحسين معركة الكرامة التي أوقفت وألجمت الصلف الإسرائيلي والغرور والغطرسة وقهرتها ومرغت أنوف كل من اعتدى على تراب هذا الوطن في غور الأردن، وكانت الانفراجة الكبيرة في التاريخ العربي وفي المعنويات العربية معركة الكرامة التي أعادت للأمة كرامتها وهيبتها بعد عدوان 67. ثم تبعها المشاركة في حرب 73 اللي دخل فيها الأردن للدفاع عن الأمة العربية في هضبة الجولان السورية،
واستمر العطاء وتأسست الجامعات، وكانت بذرة هذه الجامعات من بادرة من القوات المسلحة الأردنية. تأسيس الجامعة الأردنية كانت مبادرة من قيادة من القيادة العامة للقوات المسلحة. عندما عرض عليهم المساعدة بالأسلحة قالوا نريد أن ندرب أبنائنا ونعلم أبنائنا حتى يتقنوا العمل على هذه الأسلحة. وكانت بذرة الجامعة الأردنية عام 1962 من القوات المسلحة بمباركة من الملك الحسين، واستمرت بعدها الجامعات، واستمر بعدها العطاء، واستمرت بعدها المشاركة من القوات المسلحة في حفظ السلام. وهذه كانت أول دولة عربية تشارك في قوات حفظ السلام منذ عام 1989، وهذا وسام شرف نحتفي به لليوم. والقوات المسلحة تشارك في قوات حفظ السلام الأردنية، أكثر من 120 ألف جندي وضابط شاركوا في قوات حفظ السلام الأردنية، وهذا دور كبير جدا. يصعب في هذا العجال أخي أن أعدد هذه الإنجازات التي وصلت إلى الملك عبد الله عندما توفى الله سبحانه وتعالى الملك الحسين عام 1999 بشهر شباط، فبيع الملك عبد الله ملكا وعلى النهج وعلى الخطى، واستمر بالإنجازات الكبيرة جدا. من أبرز هذه الإنجازات أن الملك عبد الله ابن القوات المسلحة خدم ما يزيد على 20 عام بين صفوفها كقائد سرية وقائد فصيل وقائد سرية، ثم بمكتب المفتش العام وقائد كتيبة، ثم مساعد في العمليات الخاصة حتى أصبح قائدا للعمليات الخاصة، ثم وليا للعهد، وعرف ما هي احتياجات القوات المسلحة، وعرف احتياجات الجندي كاحتياجات اجتماعية، واحتياجات الجندي كبناء قوات مسلحة، لأن القوات المسلحة تعددت أدوارها وتشعبت هذه الأدوار، وأصبحت الحروب أيضا مختلفة عن الحروب السابقة. فهنا يأتي إعداد القوات المسلحة لمثل هذه الحروب التي شاهدناها ولا تزال موجودة، الحرب على الإرهاب والوقوف في وجه كل اعتداءات تحاول أن تأخذ من أمن الوطن. كان تأسيس مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير سابقا، واللي الآن أصبح اسمه مركز الأردني للتصميم والتطوير، كان معرض صوفكس، كان مركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة اللي بيجي بيتدرب فيه من مختلف دول العالم، كان تمرين الأسد المتأهب اللي نقل القوات المسلحة الأردنية من التمارين الثنائية والتمارين المشتركة البسيطة والتمارين الداخلية إلى تمرين على مستوى العالم تشارك فيه قوات من مختلف دول العالم. إنجازات كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا البلد وأن يحمي قيادتنا وأن يبعد عنا شرور المتربصين والمغرضين والحاقدين الذين يحسدوننا، مثل ما يقول الشاعر: هم يحسدوني على حياتي فوا عجبا حتى على هذا الذي أنا فيه لا أنجو من الحسد. هذه تجربة أردنية فريدة. أكيد متزوج وكل رجل عظيم وراه أمه. الله يسلمك يا سيدي. تزوج بالحياة أكيد كان مهم جدا، ونتكلم عن أبنائك سيدي إبن العمر. يا سيدي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا خلال خدمة العسكرية الله سبحانه وتعالى قسم لي النصيب بصاحبة الخلق والدين، زوجتي ابنة خالي عليها رحمة الله، وهي أيضا مربية فاضلة معلمة بدأت حياتها بعد أن أكملت دراستها الجامعية في جامعة اليرموك، ودخلت في وزارة التربية والتعليم كمعلمة، ثم استمرت وأصبحت مساعدة مديرة واستلمت مديرة مدرسة، وبحمد الله خدمت خدمة طويلة حوالي 30 عام، وتقاعدت بدرجة خاصة من التربية والتعليم، تقاعدت قبلي ب4 شهور. ولدينا بحمد الله من الأبناء 3 أبناء ذكور وابنة،
ابني البكر درس الطب في أوكرانيا وتخرج بحمد الله، وابني الثاني بحمد الله أنهى دراسة الماجستير في التمريض من الجامعة الهاشمية، وابن الثالث الآن هو طالب في جامعة العلوم التكنولوجيا يدرس علوم الحاسوب، وابنتي قريبا إن شاء الله تنهي الماجستير في العلوم الطبية والمخبرية من الجامعة الأردنية. وبحمد الله نحن أسرة يعني من فضل الله عز وجل نعمل جميعا يدا واحدة، نفكر بأنفسنا ونفكر بالآخرين، كان من أولوياتنا ولا يزال بحمد الله خدمة والدينا، وهذه رسالة أيضا لأبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع. الله يحفظك يوم باشر، الله خير إن شاء الله. الله يخليك. وأب أيضا يعني ولديك. الله يسلمك. الشباب يعني والشباب الطموحين أيضا أنتم كتجربة جميلة، كيف تنصح الشباب سيدي في ظل هذا؟ يا سيدي أنا كما أنصح أبنائي وأبناء إخواني وأبناء أسرتي الكبيرة جدا والشباب كلهم أبناء أسرتي الكبيرة، لأن أسرتنا إحنا الأسرة الأردنية أسرة هذا البلد، الشباب هو الطموح وهو أمل المستقبل وهم الرجاء بعد الله سبحانه وتعالى، اللي بنأول عليهم جميعنا من جلال قائدنا الله يطول عمره وسمو الأمير حسين الله يحفظه اللي دائما مع الشباب، وجلال سيدنا من أول ما استلم كان هم الشباب وتنمية الشباب وقدرات الشباب. رسالتي لهم أن التحديات كثيرة جدا وتتطلب الصبر، تتطلب العلم، تتطلب الحكمة، وأنا دائما أقول تعلم ثم تكلم. الأردنيين تعلموا وذهبوا إلى كل دول العالم وتكلموا بالحكمة وتكلموا بالعلم وتكلموا بالأمانة وبالسلام وبالأخلاق وبالمحبة. هذه رسالتي لكم يا شباب الوطن، الأمانة، الأخلاق، تحمل المسؤولية، مهما سمعتم من إشاعات ومهما سمعتم من أقاويل وفئات مضللة، الأردن سيبقى الشامة التي تزين جبين التاريخ بقيادته وأبنائه وجيشه المخلصين، وأنتم أيها الشباب الدرة، وأنتم الأمل الذي سيكمل المسيرة، وبإذن الله ستستمر هذه المسيرة المباركة بإذن الله. عطوفتك يعني باشا، احنا سعيدين بوجودك معنا وقت البرنامج دائمنا، واحنا نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. ويعني هل من رسالة أو كلمات في نهاية هذا البرنامج سيدي لمن شاء، أو رسالة حاب توجهها في نهاية هذا البرنامج؟ يا سيدي يا سيدي أنا دائما لا أنسى الشهداء وأترحم في كل لقاء على شهداء الوطن، فلولاهم كما يقول الإخوان لولاهم لما كنا. هؤلاء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه. رسالتي وتحيتي إلى كل من حمل شعار الجيش العربي، إلى كل معلم، إلى كل طبيب، إلى كل مزارع، إلى كل شخص بنى لبنة في هذا الوطن في أي مجال، أن نحافظ على هذا الوطن، أن نحافظ على مسيرة هذا الوطن، وأن نفتدي هذا الوطن بالغالي والنفيس مهما كانت. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى اللواء المتقاعد الباشا عودة اجتفاد، وهو المستشار الإعلامي لدى القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا، وكل الشكر والتقدير لك سيدي، ونتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. يعطيك شكرا. شكرا سيدي، بارك الله فيك.